صباح الخير. صباح النور. كيفكم؟ الحمد لله. أنا إيهاب الشمالي، مدرس الموسيقى بمدرسة روضة الأحداث الخاصة بأبو رماني. أنتم طلاب أي صف؟ ثاني. تعرف عليكم؟ فرح، بيسان، جنى، جنى، ألما، لارا، ليان، ليلى، ليلاس، عبد الله، حبا، عبد الله، هادي، تيم، حمزة، شذا وشذا. أهلا وسهلا فيكم. كيفكم اليوم؟ مبسوطين؟ اسمعي، درسنا اليوم كتير كتير حلو. نتعرف على درسنا اليوم؟ جاهزين؟ نعم. درسنا اليوم شو بيحكي؟ مين بيعرف يقرأ؟ شذا؟ أنا وأسرتي. أنا وأسرتي. في صورة، شفتوا الصورة؟ صورة، شو الصورة بتحكي؟ مين هذا؟ أبي. هادي؟ بابا. هذا بابا. وهي؟ ماما. وهي؟ أختي. أختي. وهي؟ أختي. أنا وأخي. يعني إذا كنت الشاب هي أختك وأختك، أو أنت بنت، نفس الشيء، تمام؟ هي بتعبر عن الأسرة. منظر الأسرة. بابا فات، ماما عم تدرس أختي الكبيرة، وأنا وأخوي الصغير عم نلعب. صح؟ صح. هلا مين بيحكي لي عن العيلة تبعه؟ شذا بتحبي ماما؟ قد ايه؟ كثير. كثير ولا شوي؟ كثير. أكبر قلب. حمزة بتحب ماما؟ كثير. مين بيحب بابا؟ كل بابا؟ كلنا. بابا ولا ماما؟ أنا. مين أكثر؟ ماما. أنا. ماما. الاثنين. الاثنين. بنحب ماما. أنا أكثر. أنا ماما. بنحبهم قد بعض. أنا بحب. نحن بنحب بابا وماما لأنه هن اللي جابونا على الدنيا، مو؟ نعم. هن اللي جابونا على الدنيا، ما في أحلى من بابا وماما، مو؟ وهن بيحبونا، بتعرفوا؟ هن كمان بيحبونا. هلا بس نرجع على البيت، شفتوا لما نفوت ماما قديش بتكون مبسوطة؟ نعم. بابا بيجي من الشغل تبعه؟ نعم. بيركض لعندك دغري، بضمك ويقول لك ابني بنتي حبيبتي، مو؟ أنتوا أغلى شيء وأحلى شيء بالحياة، مو؟ نعم. أنا محضر لكم أغنية كثير كثير حلوة عن الأسرة. كلمات الأستاذ أسعد الديري، أقرأ لكم إياها. بتعرفوا تقرأي تاني أنتوا؟ نعم. يلا حمزة. أهوى أهوى بابا. أهوى ماما. أهوى أختي وأخي. يعني أهوى أحب أخي. أحب. إذا أهوى بابا، أهوى ماما، أهوى أختي وأخي. أختي تعزف لحن الوطني. يعني بالبيت عنا أختي الكبيرة عم تتعلم العزف الموسيقية، العزف، فعم تعزف لحن لأغنية وطنية. أختي شو عم يعمل؟ يرسم بعد السفني. أختي يرسم وبعد السفني. تمام؟ يعني أختي عم تعزف بالبيت وأخوي الصغير عم يرسم. لما بابا شو يعمل الصبح بابا؟ بابا يعمل شغل. بابا يعمل كل صباح. بابا يعمل كل صباح. ليش بيعمل بابا؟ كي يملأنا بالأسرة. بابا بيشتغل مشان يطلع رزقه ويطلع مصاري، مشان يسعدنا، مشان يعطينا، يجيب لنا ألعابنا، يجيب لنا بسكوتات، يجيب لنا الأواعي والكتب للمدرسة، مو كل الشغلات اللي بنحبها. فبابا بيتعب وبيشتغل كل شيء. وماما الحلوة، ماما الحلوة تنفع معانا. ماما كثير بتحبنا دائما. ماما كثير بتحبنا، بتحبنا أكثر من حالها. ما أحلاها، ما أحلانا انه قديش حلوه يا ماما، وهي كمان بنظرها انه نحن كثير حلوين. اذا ماما الحلوه كم تهوانا، ما احلاها، ما احلانا. نحن الاسره كلنا، انا وبابا وماما واخواتي، نهوى العمل. يعني اختي بتدرس وانا بدرس وماما بتشتغل بالبيت وبابا بيشتغل برا البيت، كلياتنا نحن الاسره نهوى العمل ولا للفخر. شو يعني الفخر؟ افتخر. لا شو بنشوف حالنا. صرنا الأملة. شو يعني صرنا الأملة؟ يعني نحن أمل شو يا شذا؟ بالمستقبل. أمل المستقبل. أنتوا اللي حتصيروا دكاترة المستقبل والمهندسين. بكرة شو بتذكروني يا حمزة؟ بيجي أنا على عكازي ختيار وأنتوا كبار دكاترة وبتذكروني، بتقولوا لي كنت تدرسنا موسيقى أنت أستاذة. أنا بدي أكون أستاذة موسيقى. وبتعالجوني ببلاش بس تكبروا. إيه؟ جرب أعزف لكم أغنية تسمعوها؟ نعم استاذ نغني معك؟ لا غني معك.
دلوقتي يا مين اللي بيصير نغني فورا؟ لا لازم نعمل لازم نحمي صوتنا. برافو. شو قال ماما نحمي صوتنا مو؟ شو اسمها الآلة؟ بيانو. أكورديون. برافو. شو اسمها؟ مين بيعدل لي العلامات الموسيقية؟ هادي دورامي. يلا دورامي قرب على الميكروفون. دو دو ري مي فا سو لا سي بس دو. برافو. كم وحدة؟ سبعة. لا بس نغني سلم موسيقي منضيف عليهم دو تانية مشان يصيروا ثمانية. ثمانية. إذا العلامات الموسيقية قديش الخمسة؟ سبعة. سلم قديه؟ سبعة. ثمانية. يلا منغني السلم الموسيقي؟ نعم. شد ظهرك لورا هيك، لا تقرب كثير على الميكروفون. يلا. خلص لحاله بيلقط. من عيدون يلا. واحد اثنين. دو ري مي فا سو لا سي دو. حمزة انا قلت لا تقرب. شو على ورا لحاله بيلقط. يلا هلا من فوق لتحت. واحد اثنين. دو ري لا سو لا ري دو. برافو شطوري. هاي العلامات الموسيقية وغنينا السلم الموسيقي. نسمع لحن الأغنية. طبعا أول شيء شو عنا؟ دايما قبل كل أغنية شو عنا؟ لحن. لا لحن موسيقية. برافو. لا 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 لا. لازمة. اسمعوني أنا واللي بيقدر يغني معي يغني. واحد اثنين. أهوى بابا أهوى بابا أهوى أختي وأهلي. من عيدها يلا. واحد اثنين. أهوى بابا أهوى بابا أهوى أختي وأختي. نايدة. أهوى بابا أهوى بابا أهوى أختي وأختي. أختي تعزف لحنا وطني وأخي يرسم بعض السفن. هذا المقطع الأول. حلوة الأغنية؟ هلا المقطع الثاني شو بيقول؟ ماما الحلوة كل أهوانا ما أحلاها ما أحلانا. ماما الحلوة كل أهوانا ما أحلاها ما أحلانا. نحن الأسرة ما هو ولا نعيدها هاي. حلوة الأغنية؟ نعم. صعبة شيء؟ لا. من عيدها؟ من عيدها كلها؟ يلا. واحد مع اللازمة، بعزف اللازمة مرتين بعدين بنغني سوا. لا تقربوا على الميكروفون خمسة، صرت قايل لك كثير. يلا. واحد اثنين. لا 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 لا
وبعد السكون نبتدى نقول احنا الوطني واغنيا السم وبعد السكون بابا يا من كل صباح جايين يومنا من الافراح ماما الحلوه كانت اهوانا ما احلانا ما احلانا ماما الحلوه كانت اهوانا ما احلانا ما احلانا يا حلو الاسره نعم العالم وصلنا للعمل حلوه. هلا شو عم يقولوا لنا بالفقره الثانيه؟ اكتبوا شو عم يقولوا لنا. عم يقول لنا استمع الى مجموعه اغاني لاطفال سوريا من بلدي سوريا. عندنا وظيفه اليوم، نرجع على البيت بندور على اطفال سوريين غنوا. حدا بيعرف حدا؟ لا. مين بيعرف مين حدا غنى اطفال سوريين؟ ما حافظين ولا اسم؟ ما بتشوف تلفزيون البرامج؟ ان شاء الله يا حمزه بتصير وبتغني. ايش هذا؟ استاذ تبع غنوا معنا. تبع غنوا معنا، برافو. هلا بنحكي عنها. هلا انا بدي لكم انتبهوا للنشاط. عم يقول بدي بمساعده افراد اسرتي اجمع بعض الصور والمعلومات لموسيقي من بلدي. مين بيعرف موسيقي من البلد عندنا من سوريا؟ شو موسيقي يعني؟ مين يعني؟ مطرب، ملحن، موسيقي؟ شو هذا؟ استاذ انت. انا غيري. لا، لارا. ليندا بيطار. ليندا بيطار، برافو. الأستاذة ليندا مغنية دار الأوبرا. مين كمان؟ حمزة. مين؟ هاي البنت اللي طلعت بمسرح غنت مصر. البنت الصغيرة اللي غنت معروفة، غنت من ألحان الأستاذ سهيل عرفة أغنية غنوا معنا لطفولتنا. بتعرفوا الأستاذ سهيل عرفة؟ لا. أبوها لمين؟ لأمل عرفة. هي دنيا أسعد سعيد، عرفتوها الفنانة أمل عرفة؟ كمان بتغني وبتمثل. فنانة أمل. أبوها ملحن كبير، عمل أغنية غنوا معنا. حافظين أغنية غنوا معنا؟ نعم. أكيد؟ نعم. جرب نعزفها؟ نعم. جرب؟ نعم. يلا. أبوها؟ نعم. هي أغنية كثير حلوة هاي. أمل بتبعتي يا بابا؟ لا. غنوا معنا لطفولتنا يا أطفال العالم، بسعادتكم وسعادتنا نبني مجد العالم. غنوا معنا لطفولتنا يا أطفال العالم، بسعادتكم وسعادتنا نبني مجد العالم. إنا من وضع الحرية وناديكم من سوريا، إنا للوطن الحرية وناديكم من سوريا. يا أطفال العالم يا أطفال العالم، لا 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 حتى للمصنع الأخضر حتى تقم أن تصبح بيتا، حتى للمصنع الأخضر حتى تقم أن تصبح بيتا، وضعت قاتل بالأخضر.
كل بلاد مهتلة، في كل بلاد مهتلة. حرف الثاني يحيى مظلوما والدمع تدعر في اللؤلؤ، والدمع تدعر في اللؤلؤ. لا للجوع ولا للفقر، لا للجوع ولا للفقر، لا للجوع ولا للفقر، لا للجهل ولا للخوف. لا للظلم ولا للعنف، لا للظلم ولا للعنف. برافو. رح يبكي هذا استاذ. برافو برافو. مين حافظة هي؟ تتذكروا البنت غنت آخر شيء شو معها؟ غنت بالإيطالي. حدا حافظة بالإيطالي؟ لا بس أنا حافظة نص. غني شوي منا معي يلا. واحد اثنين. إيفان ميريني برنو برنو شيكا بيرالونا. إيفان ميريني آلم بدنو بيكا بيرالونا. إيفان ميريني برنو برنو شيكا بيرالونا. إيفان ميريني آلم بدنو بيكا بيرالونا. Inda tu titi da fantasia, ule tinti fantasia. Inna min watanin hurriya, unadikum min suri. Ya atfal al alam, ya ya ya. Atfal al alam. Bravo, 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 Shaza, bravo. برافو شذا. هي أغنية كثير حلوة، كثير حلوة. ما بتحبوها الأغنية؟ بتحبوها الأغنية؟ نعم نعم. كل واحد يدور على مؤلف سوري ويجيب لي صور له، معلومات عنه، يعني مثلا وين ولد، بدمشق، قديش عمره، عرفتوا كيف؟ شو ألف أغاني؟ شو إنجازاته؟ نحن حكينا عنكم مثلا الفنان أستاذ جورج وسوف، كمان بتعرفوا لأستاذ جورج وسوف؟ سهيل عرفه، طبعا ملي، في كثير كثير كثير. استاذ صباح فخري، انتوا نقوا المطرب او المؤلف اللي بدكم اياه واجمعوا لي عنه نشاط لصفي. ايه اسمي اسمي، وخلوا حدا من الاهل يساعدكم، ماما او اخوكم او اختكم. ماشي عم شي فخري. انا بنرجع بنرجع نحن على الاغنيه تبعنا، نرجع مشان ما ننساها. نعم نغنيها مرة كمان؟ نعم. جاهزين؟ أهوى ما يلا أهوى ما. إلنا في لازمة موسيقية؟ أهوى بابا. رح نحاول نأسرع شوي، معلش؟ نعم يلا. واحد اثنين. لا 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 اليوم. حلو درس اليوم؟ نعم نعم نعم. العافية طلاب، نشوفكم درس الجاي. حلو جدا. وظيفة. باي باي باي.